مرحبا بكم. موعد مباراة منتخب المغرب ضد منتخب بنما في الجولة الأولى من نهائيات كأس العالم للناشئين والتي تنظمها اندونيسيا. ايضا سنتعرف من خلال هذا الفيديو ان شاء الله على الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة. منتخب المغرب يتواجد في مجموعة كتضم كل من منتخب إكوادور ومنتخب إندونيسيا البلد المنظم ومنتخب بنما. إذن مباراة الجولة الأولى آخر خمس نتائج المنتخبين. منتخب المغرب فاز في ثلاث جولات أخيرة والهزم في جولتين. منتخب بنما فاز آخر ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة والهزم في مباراة واحدة. كأس العالم تحت 17 سنة الجولة الأولى. منتخب المغرب تحت 17 سنة ضد منتخب بنما مساء الجمعة 10 نوفمبر 2023 بدءا من الساعة 10 صباحا بتوقيت المغرب والحادية عشر صباحا بتوقيت مصر والثانية عشر زوالا بالتوقيت السعودي. ومن المنتظر ان شاء الله نقل مباراة منتخب المغرب للناشئين تحت 17 سنة ضد منتخب بنما للناشئين تحت 17 سنة في الجولة الاولى من نهائيات كأس العالم المنظمة باندونيسيا شبكة قنوات بي ان سبورت.